مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه وانطلاقتنا لشوطنا 23 في مجموعه واط صباح هذا اليوم وشوطنا 23 الخاص هنا ايضا بالقعدان الحقايق في هذا الانطلاق المميز والمثير عبر هذه الانطلاقات الصباحيه. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الصداره، نتابع المقدمه. وهنا بداع علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري من ياتينا على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني ياتينا سلهود عبد الله بن سلطان بن علي بن ميرين الاكتمي من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث ياتي هنا الحساس سيف بن عيضه بن محمد المزروعي من ياتينا على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والانطلاقه في هذه اللحظات هنا من مياس سيف بن عبيد بن سالم بالهلي من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس الانطلاقه من سراب للسيد عامر بن راشد بن سلم العمري والوصول هنا ايضا من شهيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من ينطلق بهذا الاداء الجميل على المركز السابع. وفي المركز الثامن، ثامن المراكز والتسلل هناك ايضا ياتينا الذهب سالم بن راشد بن عطشان المنصوري والوصول من مبشر لسيد سعيد بن حمد بن سالم بن هويمل العامري من ينطلق بهذا الأداء الجميل. وعاشر المراكز ياتينا حشيم علي بن كلفوت بن جارج وشاهين من وصل لمحمد بن سالم بن علي. هنا من ياتينا العلي من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحديات والإثارة، ولكن شاهين الصامت على المقدمة على الصدارة على المركز الأول. سليم بن سالم بن علي الغيلاني من ينطلق بشهيد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بهذا الأداء الجميل. والمركز الثاني سروب عامر بن راشد بن سلم العمري من ياتينا على ثاني المراكز، ولكن هنا شهيد، شاهين ينطلق على الصدارة على المقدمة وسراب، شاهين وسراب السلوم، شاهين وسراب الله الضيوف من السلطنة على الصدارة على المقدمة وسراب من انتزع الصدارة. عامر بن راشد بن مسلم العمري والسلام لأهالي بنية على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس السيد عامر بن راشد بن مسلم العمري على فوز سراب بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين سليم بن سالم بن علي الغيلاني. وفي المركز الثالث وصل هنا سيف بن سالم بن خلفان لاكتبي. وفي المركز الرابع القادم محمد بن سالم بن علي العلي. وفي المركز العاشر وصل او بصر عفوا الخامس عفوا سيد هنا ايضا من وصل احمد بن هلال ابراهيم من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز لي أيضا لحظة وصول سراب إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، معلن السلام لهذا السلطنة عامر بن راشد بن مسلم العمري. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والتوقيت الزمني الذي سجل ولحظة وصوله إلى خط النهاية وتسلله هنا في اللحظات الأخيرة. 6 دقائق 5 أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.